وجه كذلك رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي الشكر للرئيس السيسي على مبادرته الشجاعة بعقد مؤتمر للسلام، داعيا للوقوف خلف مصر بكل قوة أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية. وفي كلماته أمام قمة القاهرة للسلام، ناشد المنيفي مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالقيام بمسؤوليتها في إحلال السلام بالشرق الأوسط. أعرب عن خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى الأخ العزيز الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى حكومة وشعب مصر الشقيقة على المبادرة الشجاعة بالدعوة إلى عقد هذا المؤتمر. إننا نقف بكل قوة مع جمهورية مصر وأشقائنا العرب ضد كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مع الإصرار على إحياء العملية السلمية من أجل التوصل إلى حل عادل وناجز. وهنا أتوجه بالدعوة إلى شركائنا في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بأن تتولوا مسؤولياتها في رعاية عملية السلام في الشرق الأوسط.